ايش قاعد تشرب يا دكتور الشيخ فرحان؟ ينسون هذا اسمه انصرف الى شؤونك الخاصه. واو، حبيت المشروب هذا، لازم اجربه. ايش فيكم تاكلون كلكم جايين؟ احرقت ما تيسر من الدهون، جاي الحين اكل كميتي من البروتين. احرق الله ابليسك. ايه؟ احرق الله ابليسك. امين امين امين. وش الجديد يا شيخ فرحان؟ من اول ادخل معك وبنسولف معك شوي، احب سوالفك والله. يا رجال واضح. ارحم ترى احب شيخ مزبد. شخصيتك ما كانت كذا يا اخي، الحين صاير هجومي. والله جوعتوني يا اخي، جوعتوني. A few moments later. جرب يا شيخ جرب. ايش قاعد تسوين؟ شنو هذا؟ جعجعت يا شيخ. اخواني يقول ايهما اعظم ويفضل، التسبيح او الاستغفار؟ يا دكتور احنا في وادي وانت يعني قاعد يهزر معك. قاعد يسوي يعني اضحك شوي. استعدنا على كثر ما جانا سكب اليوم. فرحنا بطلتكم العجيبه، اكل شيء نتفكر في مخلوقات الله. انا هالمره بسوي سكب. عندي كتابين يا شيخ احب اقرا. وايش هي يعني؟ لحظه بجيبها لك. اسألهم من الكتب اللي بيجيبها. اذكر لي خمس من علامات الساعة. تطاول البنيان، كثرة القتلة اتوقع، الفرون البنات اتوقع شيء زي كذا. كثرة البنات، النساء وقلة الرجال، كثرة الخسوف هذا حق القمر. هل في مخلوقات في الفضاء؟ سبايك. القمر اكيد، القمر اكيد. يا شيخ بدل ما ايش كنت تقصد؟ اكيد انا بقصد القمر. لا اقصد المخلوقات العجيبه الغريبه. لازم تجاوب اربعه من عشره ولا توقف. ما معنى ام كلثوم المغني؟ ايه هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انا ما قلت هي بنت الرسول. والله كومنت. البنات يتسمون مي. مي اي مي. معنى من الماء. انثى القرد. اي واحد اسمها مي تتخبى. والله عندي واحده قرده. ما هو أطول نهر بالعالم؟ نهر النيل. ما هي العملة العربية الموحدة؟ الدرهم. كم عدد أسنان البسة؟ افتح أسنانك أشوف. لا لا هو نفسه في لا لا ترى نيف، ترى فيه ميزة. لا 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 ترى نيف فيه ميزة. فيس فيس قطو والله. مياو مياو. لا لا مدحة مدحة. مياو.